وانضم لنا من نابلس الاستاذ سليمان بشرت الكاتب والباحث السياسي. حياك الله استاذ سليمان، اهلا بك معنا على شاشتي الغد. هل بتقديرك من خلال هذه المجازر المتواصله في قطاع غزه، هل من خلالها يريد الاحتلال الاسرائيلي وتحديدا بنيامين نتنياهو ان يجر المقاومه الفلسطينيه الى رد فعل ينسف هذه المفاوضات؟ نعم، تحياتي لك والساده المتابعين والمشاهدين الكرام. ربما هناك مجموعه من الابعاد التي يمكن ان نفهم من خلالها السلوك الاسرائيلي في الاستهداف الممنهج والمبرمج في قطاع غزه منذ بدايه الحرب حتى هذه اللحظه. وبالمناسبة هو أيضا مرتبط ليس فقط منذ بداية الحرب، هناك جزء أو بعد ديموغرافي في المعركة الإسرائيلية الفلسطينية في موضوع التحرر بشكل أساسي، وهذا الأمر هو قائم منذ العام 48 وما بعد ذلك، وصولا إلى ما يجري في قطاع غزة. المعركة الديموغرافية هي تؤسس إلى التمدد الإسرائيلي على حساب الوجود الفلسطيني سواء جغرافيا أو ديموغرافيا، وهذا ربما هو ما يطبق أيضا جزء منه إذا ما أسقطناه على السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة. هناك مجموعة من الأهداف الأساسية، أحد هذه الأهداف هو محاولة الفصل ما بين الحاضنة الشعبية في قطاع غزة وما بين المقاومة الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي ما قبل هذه الحرب على مدار 17 عاما فرض حصارا مطلقا على قطاع غزة لينزع الحاضنة الشعبية عن المقاومة الفلسطينية، لكن هذا الأمر تبين أنه غير يعني مثمر بالنسبة للسياسات الإسرائيلية حتى جاءت هذه الحرب، ليذهب إلى استخدام أسلوب آخر وهو أسلوب القتل والتدمير الممنهج. أيضا قضية ثانية وهي تتمثل في البعد السياسي المرتبط بالدولة الفلسطينية والكيان السياسي الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن المواطن الفلسطيني هو جزء أساسي في بناء أي منظومة سياسية مستقبلية، والاحتلال الإسرائيلي هو لا يريد أن يكون هناك منظومة سياسية ومظلة سياسية ودولة فلسطينية، ولذلك هو يحارب الوجود الفلسطيني البشري ويدفع به باتجاه الهجرة والترحيل إلى الخارج. الأمر الآخر والهدف الثالث في هذا النقطة تحديدا أستاذ سليمان، قبل أن تتابع للنقطة الثالثة فقط عند هذه النقطة الثانية، لأن هذه النقطة مهمة، من يعتقد بأن برحيل بنيامين نتنياهو فقد يتحقق السلام أو ربما يكون هناك حل للدولتين ودولة فلسطينية فهو واهم، لأن كل الإسرائيليين لا يريدون قيام دولة فلسطينية. نعم، ولهذا السبب أنا ذهبت في تأسيس هذا الاستهداف للكل الفلسطيني ليس مرتبطا بهذه الحرب. الاستهداف للكل الفلسطيني هو منذ نشأة الكيان الإسرائيلي وسيبقى قائما هذا الاستهداف حتى اليوم الأخير في معركة التحرر ما بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي. ولهذا السبب عندما نذهب إلى النقطة الثالثة في طبيعة العلاقة والعامل الذي يدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى عملية الاستهداف الممنهجة في قطاع غزة وهذه المجازر وهذا الكم الكبير من المجازر، هو يهدف بشكل أو بآخر إلى محاولة التأسيس إلى أن البعد والمعركة الديموغرافية يريد أن يحسمها. إسرائيل تريد أن تحسم المعركة الديموغرافية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس المحتلة وفي الأراضي المحتلة عام 48. كل هذا الأمر الاحتلال الإسرائيلي هو يستخدم منهجيات مختلفة في قطاع غزة من خلال المجازر وعمليات الهدم والتدمير، في الضفة الغربية من خلال عمليات الاستيطان وعمليات الترحيل أيضا والاستيلاء على الأراضي، في مدينة القدس المحتلة من خلال فرض العقوبات وفرض الضرائب وطرد الفلسطينيين من مدينة القدس، في الأراضي المحتلة عام 48 الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى استخدام الجريمة الممنهجة بحق الفلسطينيين الداخل بهدف التضييق عليهم ودفعهم إلى الخروج، وبالتالي هناك منهجيات متعددة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، لكن الهدف الأساسي منها هو محاربة الوجود الإسرائيلي، وهذا كما تفضلت هو جزء متكامل من العقلية الإسرائيلية على الامتداد التاريخي منذ 48 وحتى ربما مستقبل العلاقة الإسرائيلية مع الاحتلال الإسرائيلي أو مستقبل العلاقة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي. بالعودة لهذه المفاوضات أستاذ سليمان، إذا ما قررت يعني دولة الاحتلال مواصلة هذه المجازر في ضوء استمرار هذه المفاوضات، إلى متى ستستمر حركة حماس في هذه المفاوضات وبأي طريقة؟ نعم، ربما هناك منطلق أساسي بالنسبة للمقاومة الفلسطينية بشكل كامل، وهو هناك مساران تعمل بهما بشكل متوازي. المسار الأول
وهو استمرارية المقاومة والمواجهة. ولكن أيضا المقاومة الفلسطينية تدرك بشكل أساسي أن المقاومة ومشروع المقاومة ومنهجية المقاومة لا يمكن لها أن تصمد ما لم يكن هناك أيضا صمودا للحاضنة وصمودا للمجتمع الفلسطيني والأخذ بالاعتبار الاحتياجات المعيشية والإنسانية. ولهذا السبب المقاومة الفلسطينية، وهذا ربما ظهر في أكثر من خطاب من خطابات القيادات سواء في حركة حماس أو في المقاومة الفلسطينية بشكل كامل، أن العملية التفاوضية والمسار التفاوضي هو جزء لا يمكن أن ينفصل عن مفهوم المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى محاولة إنهاء ووقف هذا العدوان هو يعتبر أيضا جزء من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لأن استمرارية هذا المشروع واستمرارية هذه الحرب هي جزء يمكن أن ينهك الشارع الفلسطيني وينهك المجتمع الفلسطيني. لهذا السبب باعتقادي أن المقاومة الفلسطينية وما أبدته من مرونة في كثير من المحطات التفاوضية ورغبتها في إنهاء هذه الحرب هي نابعة بشكل أساسي لحماية مستقبل الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني. لكن هذا الأمر لا يكون على حساب الحقوق، لا يكون على حساب التضحيات وحجم التضحيات التي قدمت في هذه الحرب، ولا يكون على حساب الثوابت التي بالأساس انطلقت من أجلها هذه الحرب. لهذا السبب هناك نوع من الموازنة ما بين ما هو ما يحتاجه والاحتياجات التي يحتاجها المواطن الفلسطيني، وما بين الثوابت التي يجب الحفاظ عليها والإبقاء عليها. وهذه ربما واحدة من أشرس يعني المعارك التفاوضية التي ربما يخوضها الفلسطيني في ظل هذه الحرب الضروس. ربما لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية يكون هناك حجم من هذا الاستهداف وهذه الحرب التدميرية وعمليات القتل الممنهجة، ويكون هناك أيضا معادلة سياسية تسير بشكل موازي، والاحتلال الإسرائيلي يحاول في كل مرة من المرات أن يعطل هذا المسار من خلال استحداث الكثير من العقبات، إما بعمليات القتل المباشرة أو المجازر، أو ربما من خلال محاولة استحضار شروط إضافية. لكن واضح جدا أن المقاومة الفلسطينية التي هي يبدو أنها طرفا وحيدا في هذه المعادلة، وأن هناك أطرافا كثيرة تعاون الاحتلال الإسرائيلي وتساعده ابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والهيئات الدولية، التي هي أيضا ما زالت لم تقم بالدور الأساسي لإنهاء هذه الحرب، يبقى على عاتق المقاومة الفلسطينية دور كبير في هذا الإنجاز.